مسي عليكم بالخير مشاهدينا وين ما كنتوا وتابعونا عبر شاشة تلفزيون البحرين وحلقة جديدة من برنامج المسابقات اللي هو برعاية شركة بذلكو الشركة الوطنية الأولى للاتصالات في مملكة البحرين برنامج الحصالة. راح نكون وياكم إن شاء الله على الهواء لمدة ساعة كاملة ناخذ فيها الساعة أسماء الناس اللي شاركوا اللي أنا أشكرهم من كل قلبي أمانة بعدين أنا بقول ليش بلاس نتمنى قد ما نقدر أن احنا ناخذ أكبر عدد ممكن من الاتصالات في هالساعة. شاكرة جزيل الشكر هالكم الهائل من المشاركات اللي قاعدة تينا عبر الموقع الإلكتروني اللي راح يظهر إن شاء الله أسفل الشاشة الحصالة.battleco.com. عملية الاشتراك سهلة جدا، نملي البيانات في الخانات الموجودة في الموقع الإلكتروني ونضغط على زر اشترك وبكذي الاشتراك خلاص يكون تثبت وتسجل عندنا في الموقع الإلكتروني. بعدين ننتقل للمرحلة الثانية، مرحلة السحب الإلكتروني على الأرقام اللي دخلت السحب. كل ما زاد عدد مشاركتك كل ما زادت فرصك للفوز وأنك تكون معنا على الهواء. المراحل سهلة جدا، هي ثلاث مراحل بس فقط لا غير. المرحلة الأولى بإذن الله ضامن فيها 100 دينار، المرحلة الثانية 100 دينار ثانية كذي يكون عندك 200 دينار، المرحلة الثالثة 300 دينار واحتمال تنزل لك الحصالة الذهبية اللي فيها 500 دينار. أنا أوعدكم في الحلقات الجاية راح تشوفون مفاجآت كثيرة، راح تشوفون مبالغ تفوق 500 دينار ضعفين ثلاثة ضعاف الله العالم. ياي القرقاعون ياي العيد مفاجآت كثيرة إن شاء الله تنتظركم. أحب أشكر طاقم عمل البرنامج في الاستوديو يعطيكم العافية، في الكنترول يعطيكم العافية، أيضا جميع موظفي وزارة شؤون الإعلام اللي ساعدونا في أن احنا نظهر بهذا الشكل اللي أتمنى يكون لائق. كل الشكر لكم. أحب أشكر مفروشات بيسز، أحب أشكر مصممة الأزياء كبرى القصير والماكيرة نجاح الشيخ وكل شخص متابع يتابعنا بقلبه عبر الشاشة البحرينية. راح نواصل وياكم مشاهدينا برنامج الحصالة ولكن بعد الفاصل. معكم احنا مشاهدين على الهواء من الحين لغاية الساعة 11 ان شاء الله بإذن الله الأسئلة سهلة. انا متأكدة ان كل واحد قاعد يتابعنا الحين او كل واحد يعني مجهزين للكنترول الاتصال مجهز اموره مضبط ربعه وسائل المساعدة مالته، بس انا اهم شيء عندي ان تسمعوني من التلفون. تبون تشوفون الخيارات والسؤال من الشاشة هذه شيء راجع لكم، بس اهم شيء سمعوني من التلفون. إذا في وسيلة مساعدة يمكم ما يمنع أنك أنت تعطيني أي جواب يخطر على بالك، أي تاريخ أي رقم أي منطقة، وأنا بكذي بكمل اللي علي أو اللي مفروض أن أنا أسوي. ناخذ أول اتصال معنا. كلثم مساء الخير. مساء النور. مبارك عليك الشهر. علينا وعليك أبوي. شلون رمضان معاك وأجواء رمضان؟ والله الحمد لله وايد زينة. أنت يعني من الأشخاص اللي تستعدين حق رمضان، يعني مثلا تشترين جلابيات حق الفطور والغبقات، تزينين البيت، ولا ما عندك أنت هاي الأجواء والطقوس؟ والله المشكلة أنا كلها دوام. ويعطيك العافية حبيبتي. يلا مع الدوام بس أهم شي تتابعينا. اي اي أنا ولدك ترى مشترك بدولي. ها يعني المشاركة باسم ولدك بس أنت اللي معنا على الهواء. ولدي هو اللي مشترك في البرنامج. اه بس انت بتجاوبين عنه بس كذي معناته المفروض تربحينه. هو قال لي نص بالنص. ها زين بعد والله ولدك ما قال بعطي يلا ما عليه بعد ولدك يعني ما قصر. ها كم عمر ولدك هلثم؟ 10 سنوات. 10 سنوات ما شاء الله ويفكر كذي. لا عجيب. يلا نشوف السؤال الاول هلثم. اي نعم. يلا كنترول عطونا السؤال الاول حق هلثم. السؤال الأول يقول شلثم متى تم تأسيس مطار البحرين الدولي؟ متى يا شلثم متى؟ نشوف الخيارات 1930 1937 1940. تعرفين ولا ما عندك فكرة نهائيا؟ المشكلة ما عندي فكرة. انزين ما حد معاك يساعدك؟ اكو ولدي قاعد يطلع بيقف. ويه في وين؟ عاد اشكرك كذي؟ انزين
هي في الثلاثينات، السنة اللي تأسس فيها مطار بحرين الدولي في الثلاثينات. 1930؟ يعني مو 1940، شيلي 1940، عندك 1930 ولا 37؟ الحين بعد عندكم وسيلة مساعدة وبعد ما ضبط الموضوع؟ لا معناته شيء ما أقوى من جوجل. يلا يا جرثم شو تقولين على السريع؟ 1937. نثبت الإجابة، نثبت الإجابة، كنترول على 37، نشوف إجابة جرثم وإجابتك صحيحة جرثم. 1937. جرثم أنت من وين؟ من أم الحصن. من أم الحصن، من أم الحصن. شو تفطرتي اليوم؟ والله اليوم يعني كل شيء خفيف مع كورونا. ليلة القرقعون وين بتروحين؟ عاد أنتوا القرقعون هناك أم الحصن فان وناسة؟ مدري والله ما حطيت لحم. ما علي، انت قصري على صوت التلفزيون وسمعيني من التلفون عشان تجاوبيني على السريع، عشان تجاوبيني على السريع. الظاهر ما حد يشتط على القرقعون الا انا. انزين شلتها، بنشوف السؤال الثاني. يلا نشوف السؤال الثاني، عطونا السؤال الثاني كنترول. ما هي الجزيرة التي توجد في اعالي الخليج العربي بين العراق والكويت؟ نشوف الخيارات. جزيرة بوبيان، جزيرة هوندو، جزيرة حنيش الكبرى. قصري على صوت التلفزيون حبيبتي وسمعيني من التلفون بليز. يلا شو تقولين؟ بوبيان. جزيرة بوبيان. متأكدة؟ شلون؟ ايه. يلا نثبت على الخيار الأول. وانتي صح يا تلتم، وانتي صح. 200 دينار الحين في حصالتك. الحين انا لازم اعرف منك، تبين تواصلين ولا تنسحبين؟ لا والله انسحب. تنسحبين. ال 200 دينار زينه، احسن من ولا شيء. هي مو بولا شيء بس احسن من النص، عدل؟ اي نعم. يلا عليك بالعافيه يا تلتم، وشكرا على المشاركه وكل عام وانتي بخير. ذكر مشاهدينا بطريقة الاشتراك في البرنامج عن طريق الويب سايت اللي يظهر أسفل الشاشة، الحصالة.بتركو.com. نملي البيانات المطلوبة في الخانة، في الخانات اللي موجودة في الموقع الإلكتروني، وبعدين نثبت على هذه المعلومات عن طريق الضغط على زر اشترك. أم الدانة مساء الخير. مرحبا أم الدانة، شلونك؟ حبيبتي سمعيني من التلفون وقصري على صوت التلفزيون. الدانة كم عمرها الدانة؟ الدانة سنتين. اي كم عمرها الدانة؟ سنتين عمرها. سنتين، ما شاء الله اليهال محظوظين في هالبرنامج. اكثر الارقام اللي ما شاء الله طلعت في السحب الالكتروني صغار وامهاتهم يشاركون عنهم. لازم تفوزين ام الدانة. عايز اشتغلها عشان تساعديني بعد. لا بساعدك بس انت بعد لازم تساعديني، اتفقنا؟ يلا نشوف السؤال الاول شو يقول. يلا كنترول عطونا السؤال الاول. السؤال الاول يقول: مسلسل رمضاني للمخرج محمد القفاص ويعرض حاليا في رمضان، شنو هو؟ الخافي اعظم، عطر الروح، ولا مع حصه قلم؟ حلو السؤال، شو تقولين؟ عطر الروح. عطر الروح. تعرفين من اللي من ابطال المسلسل؟ لا ما اسمع. انزين شلون يعني انت على اي اساس قلتي عطر الروح؟ اختي يعني. اختك تتابع المسلسل؟ ما شافت له اعلان في محطه من المحطات ولا شيء؟ انزين نثبت على الاجابه كنترول؟ يعني. نثبت ونشوف الاجابه. إجابتك صحيحة، بطلة من أبطال المسلسل الفنانة هدى حسين. هدى حسين. يلا نشوف السؤال الثاني يا أم الدانة. تعرفين قيمة الإجابة على السؤال الثاني كم؟ إيه. إنزين كم؟ 200. إنزين والسؤال الثالث؟ 300. إنزين أنت ناوية توصلين للسؤال الثالث؟ والله بس السؤال الثالث لازم تنتبهين، 30 ثانية وما في خيارات، فاحنا بنشوف السؤال الثاني بناء على سرعتك بنقرر. اوكي ما ادري الحين بنشوف السؤال. يلا كنترول عطونا السؤال الثاني. السؤال الثاني يقول: متى انشئت محكمة العدل الدولية؟ نشوف الخيارات. افضل خلينا نشوف خيارات. 1910، 1920،
1930 توقعاتك يا أم الدانة، توقعاتك يعني أنت توقعي يعني سنة كم وبعدين إحنا 1900 وكم قلتي؟ 20. نثبت على الإجابة كنترول. 1920 إجابتك صحيحة يا أم الدانة. 1920. الحين الكرة في ملعبك، نواصل ولا ننسحب؟ والله ما أدري، أنا شعاري في هالبرنامج القناعة كنز لا يفنى، لأن سلمت أمري الكنترول خلاص. والله أنا يقولي حب أواصل عشان بنتي بس ما أعرف، والله أنا بعد حب أواصل معاك، يعني شو أقول، الكل مع الكل أنا خاطري أواصل. بصيح إيه بصيح. أنت شو تقولين؟ بنشوف الكنترول يقول شو يقول. الكنترول تعرفين الكنترول ايش يبون؟ يبون ايش تسحبين. انا بيش توصلين بس بشرط تكونين سريعه. انت يعني بس اوكي بعد بس سؤال سهل ترى يعني انا مستحيل اقول والله كذب، والله العظيم ما اعرف السؤال. انا يطلع السؤال على الشاشه واتفاجئ فيه وياك، ابقق عيني كذي وياك واقرا جد والله العظيم. فانت الحين عاد القرار قرارك، يلا عشان في اتصال عقبك، تواصلين ولا تنسحبين؟ السؤال الحين اوكي لحظه، رفقوا بحالنا. شوفي بقول لك السؤال يعني له علاقه بالجغرافيا. شنو زين بس؟ اتوكل على الله؟ ما ادري ترى انا ما اعرف السؤال، قالوا لي يلا الحين قرري خلاص، تواصلين تنسحبين؟ اوكي بتواصل يلا. انا خفت كنترول. بسم الله. بس ابي اذكرك شيء يعني خلاص، وبرجع مكاني وبقرا لك السؤال. ما في خيارات، 30 ثانيه ولازم تتحكين، قولي اي شيء، انت قولي انا بساعدك، السكتين ما يصير، اوكي؟ يلا كنترول، عطونا السؤال الثالث. السؤال الثالث يقول ما هي عاصمة السويد؟ سهل. عاصمة السويد ما قلت لك حرف السين. سوكهولم. ايش قلتي؟ سوكهولم. عاصمة السويد. السويد سوكهولم. مدعين بلس سوكهولم. ايش كنت تقول؟ إجابة خاطئة. إجابة خاطئة. وياي. أعتقد هي وياي. أم الدانة. إي نعم. أنتِ لفظي اللي قلتي صح؟ لفظي قولي. سوتو كوهولم. بس أنت ما تقدر تنطقها عدل. لا. الحين شو أسوي؟ لحظة، شوفي بقول لك، أنا إذا بمشي على اللي أنتِ الحين قاعدة تقولينه بقول غلط. بس انت حاولي تقولين اللي انت الحين سمعتيه صح عشان بس ابري ذمتي. قول ستوكهولم. كنترول طلعوا الاجابه واللي عافيكم. ستوكهولم. ستوكهولم انا بعتبر الاجابه صح. 300 دينار يا ام الدانة. ستوكهولم. 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 يعطيك ألف عافية. والله أنت اللي يعطيك العافية اللي قاعدة تحاولين إنك أنت تنقلين الإجابة. شوفي يعني لأن أنت والله شلون؟ إيش بتقولين؟ مبروك عليك 300 دينار أم الدانة، يعني ساعدت نفسها. شوفوا هاي مثال حق اللي ساعد نفسه، على الأقل حاولت، قالوا لها الإجابة، ما عرفت تلفظها، تمشيناها. أما اللي تمساكت وينطر شيء ما تجاوب، لا بيخلص الوقت ومع السلامة. عندنا أمينة، مساء الخير. ألو. ألو أمينة. يا هلا. شلونك أمينة؟ الحمد لله، أنت شلونك؟ أنا زينة. أمينة قاعدة مع من؟ أنت في وين؟ أنا في البيت مع أهلي، أمي وأبوي وأخواني. أمك وأبوك وأخوانك، إنزين. جاهزة حق المسابقة أمينة؟ أي جاهزة. بس أمينة هدوءك يخوفني. والله هاي الهدوء أنا أخاف منه. ينتقل لي بسرعة. انزين أمينة جاهزة تشوف السؤال الأول؟
يلا كنترول عطونا السؤال الأول. السؤال الأول يقول في أي عام تم إدخال العملة المحلية في البحرين اللي هي الدينار بدلاً من الروبية الهندية؟ نشوف الخيارات يا أمينة. 1964، 1966، 1965. شو تقولين؟ اسألي الوالد والوالدة إذا يعني عندهم. 1965. ما 65؟ 1965؟ شلون عرفتي؟ لا هاي عجيبة، هاي إذا ضحكت معناته خلاص أنا عرفت. ليش تبين تعرفين؟ نثبت على 1965؟ إي يلا ثبتوا حق أمينة على 1965. رايقة أمينة وخذت 100 دينار. يلا أمينة نشوف السؤال الثاني. الحمد لله. يلا عطونا السؤال الثاني كنترول. السؤال الثاني يقول متى افتتح جسر الملك فهد الذي يربط البحرين بالسعودية؟ سنة كم؟ 86. انزين بس على شلون يعني 1986، 1987، 1990. نثبت 86. 86. عرفتي على طول. اي ابوي عارف. خلاص ابوي عارف. ثبتوا على 86 كنترول. ثبتوا على 86. اجابتي صحيحه امينه. يا سلام، هذه الهدوء اللي خوف. امينه. نعم. امينه نواصل ولا ننسحب؟ اي إذا بتساعدين نواصل. ترى لحد الحين أنا ما ساعدتك، أنت قاعدة تساعديني، أنا ما ساعدتك. نواصل؟ يلا نواصل. نفس عميق. يلا كنترول عطونا السؤال الثالث حق أمينة. يا رب 300 دينار. من هي الفنانة التي جسدت دور زوجة حجي مكي في مسلسل سوالف طفاش؟ من هي؟ من؟ قولي أسامي. لحظة، أنت هي شو اسمها؟ اللي في بالي؟ إيش اسمها؟ سميتك. أمينة شنو؟ أمينة القفاص. أعطونا الإجابة كنترول. أمينة القفاص يا أمينة. هذه الهدوء المرعب. 300 دينار حصلتك يا أمينة، ألف مبروك. الله يبارك فيك حبيبتي. لا ما شاء الله عليها، شكرا أمينة على المشاركة. يعني طلعنا باتصالات حلوة في بداية الحلقة، في حماس. ننتظر نشوف المتصلين البقايا، ولكن عقب الفاصل. طريقة الاشتراك سهلة جدا في البرنامج مشاهدينا، حق اللي حاب انه يشارك معنا في البرنامج عن طريق الموقع الالكتروني اللي يظهر اسفل الشاشة، الحصالة.متلكو.com. نملي الخانات بالبيانات المطلوبة ونضغط على اشترك فقط لا غير. في سؤال قاعد يتكرر، اذا انا اشتركت اكثر من مرة وابي اعرف كم عدد الاشتراكات. انت لو اشتركت مرة، مرتين، 20 مرة، كل هذه الاشتراكات خلاص تدخل عندنا في السحب الإلكتروني. أنت يمكن يظهر عندك أنك اشتركت مرة لأن البرمجة كذي، لكن إحنا عندنا كل المشاركات، فلا تخاف ولا تحاتي، كل المشاركات محفوظة في الحفظ والصون، ما في شيء بيروح مني ولا منك. من معنا؟ خاتون مساء الخير. مساء النور. شلونك؟ الحمد لله، الله يسلمك. شلونك؟ مسهل. انا زينه. خاتون انت في وين؟ من معاك؟ شلون؟ علينا وعليك. خاتون انت في وين ومن معاك؟ انا في البيت معاي الاهل. معاك يعني عدد من الناس. اي زين. امينه قبلك كانوا معاها نفس الشيء اهلها، وايد ساعدوها، وصلت للمرحله الثالثه وخذت 300 دينار لانها اولا كانت تسمعني من التلفون وكانت سريعه، يعني حتى لو في خيارات كانت تساعدني علشان أنا أساعدها. سوي مثلها يا خاتون. شاء الله بشوي. يلا عطونا السؤال الأول كنترول حق خاتون.
السؤال الأول يقول: ما هي السورة التي ذكر فيها البعوض؟ الخيارات: آل عمران، البقرة، أم العنكبوت؟ أي سورة؟ ما توقعاتك؟ نثبت على الإجابة؟ يلا نثبت على الخيار الثاني. الإجابة صحيحة خاتون. خاتون هلا. خاتون أنت من وين تكلميني؟ شلون؟ من وين تكلميني؟ من التلفون؟ من التلفون؟ إيه؟ لا عاد أكيد من التلفون. قصدي من أي منطقة قصدي من أي منطقة في البحرين؟ من المحرق. أنت يعني إيه من المحرق؟ من المحرق مو من التلفون يا خاتون. الله يهداك الحين خلاص الحين خلاص لازم انا امسح الجزء الاول من الاجابه. تابعين مسلسلات خاتون؟ شلون؟ تابعين مسلسلات؟ اي غششيني شو تتابعين؟ كل شيء شنو شو تتابعين؟ تركي خليجي كل شيء. الحين في رمضان عاد تركي ما له حلا. ها؟ ما اسمع ولا شيء. اتابع مايه حياه الفهد. ايه وخذيت من عمري. ايه بسم الله على عمرك. وبرنامج الحصاله. عطوها السؤال الثاني. تابع الحصاله. يلا خاتون السؤال الثاني يقول: ما هي اللؤلؤه التي تمتاز بصغر حجمها وارتفاع وزنها وهي من اجود الانواع؟ عطونا الخيارات: الحصبة، السؤال طويل، الدانة، بس إجابته سهلة، الرأس. لحظة حبيبتي، أصغر لولوة مو أكبر لولوة، أصغر لولوة. الحصبة. نثبت على الإجابة. نثبت كنترول على الإجابة. نثبت على الإجابة الأولى نشوف. قلبي شلون كذي؟ إجابة خاطئة يا خاتون. الإجابة كانت الخيار الثالث. ربحتي معنا 100 دينار. الحين بغيتم طول الحلقة تجيش مني مومياء. بتول مساء الخير. مساء النور. شلونك بتول؟ الحمد لله. بتول نعم. بتول شوفي حبيبتي اخذي وقتك في الإجابة، استعيني بكل مهاراتك في إنك أنتي توصلين حق الجواب الصح. إن شاء الله. زين جاهزة من معاك؟ إن شاء الله. بقول لك بارك عليكم الشهادة. علينا وعليك حبيبتي. علينا وعليك حبيبتي. سلامي خاف خلي الكنترول. كنترول أنا ما حاجيهم اليوم. ليش أبي ساعدني؟ بقول لك شيء أنتي ما تعرفين متحالفين فيني، صدق متحالفين فيني. لا طيبين في رمضان. ما عليك منهم أنا أطيب واحدة فيهم. جاهزة نشوف السؤال الأول؟ إن شاء الله. يلا كنترول، عطونا السؤال الأول. في أي عام تم إنتاج المسلسل الخليجي المشترك أولاد بوجاسم؟ نشوف الخيارات. 1993، 1994، 1995. 94. كنترول نثبت على الإجابة. 1994. 94. لا تيننوني. 1994. إن شاء الله. نثبت على 1994 ونشوف الإجابة. إجابتك صحيحة، 1994. حصلتك الحين كم صار فيها؟ صار 100 دينار. والسؤال الثاني كم قيمة الإجابة عليه؟ 100 دينار. 100 دينار، فالمجموع بيكون 200. يلا، حفظ السيستم. نشوف السؤال شو يقول. يلا كنترول، عطونا السؤال. السؤال يقول: من هو أول من استخدم مدفع الإفطار؟ نشوف الخيارات. محمد علي باشا، أبو جعفر المنصور، ولا عثمان بن محمد باشا؟ ساعديني. شوفي بما أنه ما في تايمر، إنزين
حولي كذي تشوفين ليش طريقة تطلعين الجواب من تحت الأرض، لأن الحين إحنا في تحدي، نحن ناخذ الـ200 دينار كنترول شد الظهر فيهم. من باشا؟ إن شاء الله خير. محمد علي باشا. محمد علي باشا؟ إن شاء الله. إنزين شلون عرفتي أو شلون يعني؟ أنت كنت تستخدمي عند شوفت؟ استخدمتي يعني أمورك اللي حوالينك كلها، أهلك، الربع، الجماعة. نثبت على محمد علي باشا. عرفتي على الله. إن شاء الله. يلا كنترول نثبت على محمد علي باشا ونشوف الإجابة. إجابتك صحيحة، محمد علي باشا، محمد علي باشا. ننتقل للسؤال الثالث ولا ننسحب؟ والله متخوفة شوية. إي إي أنا بعد متخوفة أكثر منك والله العظيم. إيه أنا أبي المبلغ إن شاء الله، أبي حق أعدادي يعني إن شاء الله. هم نحيسين مو بأنا مو بأنا. شوفي أنا سلام خوف وواصل حق الكنترول. ما عليكش منهم صدقيني، زين روحهم ما يسمعون. شوفي إحنا إذا انتقلنا للسؤال الثالث وجاوبتي صح من غير خيارات وقبل لا يخلص الوقت اللي هو 30 ثانية تأخذين 300 دينار. إذا لا بترجعين 100 دينار. نتوكل على الله شام. نتوكل على الله؟ نتوكل على الله. حتى لو 100 دينار ما بتزعلين؟ لا الحمد لله. ما بتقولين شيء ما ساعدتني ما ساعدوني؟ أنا محتاجة حق المبلغ ولكن على الله الحمد لله. إن شاء الله يلا نشوف السؤال، عطونا السؤال كنترول. ان شاء الله ان شاء الله تعرف الاجابه ان شاء الله يلا. ما هو اعرض نهر في العالم؟ ما هو اعرض نهر في العالم؟ سريع. ما هو اعرض نهر في العالم؟ سريع سريع. نهر مشهور. ها ايش قلتي ايش قلتي؟ بسرعه بسرعه. الامازون. الامازون الامازون. نشوف الاجابه نشوف الاجابه. في امريكا موجود. اجابتك صحيحه اجابتك صحيحه. 300 دينار مقدمه من شركه بتلكو. عليش بالعافيه. الله يسلمك. باجتهادك باجتهادك ترى الكنترول تحدي. شكرا. لا باجتهادك لا تطلعين علينا اشاعات. باجتهادك. مشاهدة راح نطلع فاصل ومن بعد الفاصل نواصل معاكم الجزء الأخير من حلقتنا لهالليلة. خلكم ويانا. وصلنا وياكم مشاهدينا للجزء الأخير من حلقة الليلة. نبي يعني متصلين يقدرون يأخذون 300 دينار، يقدرون يوصلون للسؤال الثالث ويأخذون الجائزة اللي في الحصالة النهائية. بنشوف إحنا المتصل اللي جاي الحين، المتصل الأول في الجزء الأخير من الحلقة. مساء الخير. ألو السلام عليكم. عليكم السلام يا مروة، شلونك؟ الحمد لله. مروة مبارك عيد الشهر. علينا وعليك. اليوم الحلقة نسائية ولبي ناخذ 300 دينار يا مروة. إن شاء الله. إن شاء الله. أنت قاعد بروحك ولا معك أحد؟ لا معي أحد. إنزين الأحد اللي معك لازم يساعدك. إن شاء الله. إن شاء الله. يلا جاهز نشوف السؤال الأول؟ إيه جاهزة. يلا يلا كنترول عطونا السؤال الأول سريع حق مروة. السؤال يقول في أي شهر من العام 2008 افتتح مجمع سيتي سنتر البحرين رسميا؟ رسميا نشوف الخيارات، نوفمبر، سبتمبر ولا اكتوبر؟ 2008 تم الافتتاح لكن شهر كم؟ ايه سبتمبر. سبتمبر يعني انت متاكده ولا قاعد تفكرين؟ أنا ما أعرف الإجابة، أنت قولي لي الإجابة علشان نثبت. خلاص صارت المسابقة صجية كأن امتحان. 1 سبتمبر. 1 سبتمبر يعني نثبت على سبتمبر؟ إيه. يلا نثبت على سبتمبر. إجابتك صحيحة، إجابتك صحيحة يا مروة. مروة مروة كم شخص معك تقريبا؟ نعم.
كم شخص معاك تقريبا؟ ها في احد قاعد يقول لك سؤالي؟ اي خمسه. خمسه اشخاص، الخمسه كلهم لازم يساعدونك كلهم. يلا جاهز نشوف السؤال الثاني؟ جاهزة. يلا كنترول عطونا السؤال الثاني. السؤال الثاني يقول يعتبر ابن خلدون هو مؤسس علم العمران البشري والمعروف بعلم، نشوف الخيارات، الاجتماع ولا الكفاح ولا البصيرة؟ الاجتماع. العمران البشري، العمران البشري، الاجتماع. الاجتماع يعني اللي جاي من المجتمع، المجتمع اللي أساسه الناس. إذا قولي جوابك. اجتماع. نثبت على الاجتماع. إيه. نثبت لها كنترول على الاجتماع. أخوف. إجابتك صحيحة، إجابتك صحيحة يا مروة. 200 دينار في الحصالة. نواصل ولا ننسحب؟ تواصلين ولا تنسحبين؟ تنسحبين؟ أحسن صح؟ خذنا 200 بسرعة، حرام نخسر. حتى أديني دبا. لا 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 خلاص توبة، أخاف أخاف. خليك على 200 زينة. يلا قرري عشان وراك اتصال. تواصلين؟ إيه. يلا عطونا السؤال الثالث كنترول. هي باختيارها قالت بواصل. في أي عام تأسست قوة دفاع البحرين؟ الجواب مروة. في أي عام؟ إيه إيه. يلا معك خمسة أشخاص. الوقت. رح 1900 وكم؟ 68. تشوف الإجابة. صح يا مروة صح. 1968. مبروك، 300 دينار مقدمة من شركة بتلكو. إيه كذي. مروة. نعم. بصراحة كنتي مركزة وكنتي هادئة، يعني حتى اللي معاك كانوا هادئين مو قاعدين يدودهونك. لا الحين بتدوري لانها طولت على صوت التلفزيون. مبروك 300 دينار يا مروه، عليك بالعافيه، مقدم من شركه بتلكو، كل عام وانت بخير. نذكركم مشاهدينا بالمشاركه للي حاب انه يشارك معنا في البرنامج عن طريق الموقع الالكتروني اللي يظهر اسفل الشاشه، نملي البيانات اللي مطلوب ان احنا نمليها في الموقع الالكتروني في خانات نملي البيانات، ومن ثم نأكد على الاشتراك عن طريق ضغط على زر الاشتراك. كوثر أو اشترك سوري. كوثر مساء الخير. مساء النور. شلونك كوثر؟ تمام الحمد لله. الحلقة اليوم نسائية، شيء وايد غريب. كوثر من معك؟ معي أختي. معك أختك. جاهز أختك أنها تساعدك؟ إيه. انزين يلا خليك كذي مركزة وبهدوء وسمعيني من التلفون. عطونا السؤال الأول كنترول. السؤال الأول يقول من هو الفنان البحريني الذي غنى أغنية حابس النور؟ حابس النور، ونشوف الخيارات، محمد زويد ولا أحمد الجميري ولا خالد الشيخ؟ واحد من هالفنانين الكبار غنى أغنية حابس النور، من تتوقعين؟ دقيقة. يلا دقيقة. لا دقيقة وايد. أحمد الجميري. أحمد الجميري أنت متأكدة ولا قاعدة تسأليني؟ لا متأكدة. متأكدة؟ أكيد أكيد؟ إيه. يلا نثبت الإجابة كنترول، أحمد الجميري. إجابتك صحيحة، 100 دينار في حصالتك. شلون رمضان وياك؟ تمام. تدرسين تشتغلين؟ يعني ما يمنع ان احنا نسولف يعني. اشوف السؤال الثاني. هي تبي تشارك، هي متصلة ما تبي تسولف، هي تبي تشارك. يلا كنترول اعطونا السؤال الثاني. السؤال الثاني يقول اين توجد اعلى نافورة في العالم؟ تعرفين الجواب ولا نشوف خيارات؟ في
نشوف الخيارات. يلا نشوف الخيارات. عم ساعة سألك ما تردين علي. الحين تردين علي. نيويورك، دبي، ولا جدة؟ نيويورك، دبي، جدة. ها شو تقولين؟ في أحد قال إيش قلتي؟ دبي. كاميرا ستة إيش قلتي؟ إيش تقولون؟ أنت متأكدة دبي؟ أنت متأكدة دبي؟ إيه أوكي دبي. يلا نثبت الإجابة. قالت دبي ومتأكدة. نيويورك. الحين بتبدلين؟ الحين بتبدلين؟ ثلاث مرات قلتي دبي وبعدين قلتي نيويورك عقب ما ثبتنا على دبي. الإجابة الصحيحة جدة. جدة 100 دينار في حصالتك مقدمة من شركة بتلكم. محمد مساء الخير. مساء الورد. محمد شلونك؟ تمام الحمد لله الله يسلمك. محمد نبي 300 دينار. أنا نبي 300 والحصالة بعد. تبي أبي الحصالة العودة. ايه انا الاخير لا استاذ. زين واذا ما طلعت لك الحصالة العودة بتزعل؟ لا لا ما ازعل بس الله كريم. الله كريم ان شاء الله ان شاء الله. يلا جاهز نشوف السؤال. الله 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 الله. نشوف السؤال الاول محمد. يلا كنترول اعطونا السؤال الاول. اين يقع مركز عيسى الثقافي؟ اين يقع مركز عيسى الثقافي يا محمد؟ الخيارات الجفير، ام الحصن، المحرق. اتوقع المحرق. لا تمسخ. نطري. يلا نطري. اوكي ها قاعد انطر. شوف ها محمد يلا المحرق. مصر المحرق. هو يبدي يشيله من من ايش قلت؟ الجفير. يلا الجفير شباب. ثبت. شلته يعني محمد شلته من الجفير وديته المحرق. عاد قلنا كله بالمحرق. اي بس عاد مو لهالدرجه. عاد زين يلا نشوف السؤال الثاني محمد جاهز؟ يلا. ما هي الطاقة التي يولدها البرق؟ البرق. يلا نشوف الخيارات. طاقة كهربائية، طاقة مغناطيسية، ولا طاقة كهرومغناطيسية؟ وي أنا صدق ضعت. أنا عبالي بس الحين أنا شفت شيء وتلخبطت. طاقة كهربائية. طاقة كهربائية. ليش طاقة كهربائية؟ لأن تحمل الشحنات الكهربائية. لا. تحمل الشحنات الكهربائية. لا أعطوني في المدرسة. إنزين ليش مو بكهرومغناطيسية يعني؟ ما فيها إيه ما عليك مني انت. ما ادري نثبت. نثبت على كهربائيه. يلا نثبت على كهربائيه. نثبت على كهربائيه. اجابتك صح يا محمد. الحمد لله يعني كهرباء وكفايه يعني. بعد مغناطيس الله يستر. حصلتك كم فيها محمد؟ 200. انزين نواصل ولا ننسحب؟ والله بيني وبينك عشان بواصل عشان الحصاله. ايه بيني وبينك والبحرين كلها تشوفنا. بقول لك الحصاله ترى ما لها وقت محدد. يا الحصاله ترى ما لها وقت محدد. يمكن تطيح في السؤال الاول سؤال ثاني وانا اسولف معاك. شوف بقول لك شيء محمد. اول شيء انت لحد الان سريع انزين ولحد الان مركز قاعد تسمعني عدل. لكن السؤال الثالث ما في خيارات وفي 30 ثانيه. إن شاء الله. فشو تقول يعني نواصل ولا ننسحب؟ نواصل أكيد. من معاك محمد؟ تقاعد بروحك؟ أخوي. أنت وأخوك بس؟ أخواني ورابعي. يعني نسفتهم كلهم ويوت على أخوك ليش؟ العشق معش أسوي فيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله شكله هو اللي قاعد يعطيك الإجابات. فأنت خلاص عميت عن البقايا ها؟ بروح البيضات نصف النصف. بعد بروح نصف النصف فوزين. يلا ننتقل للسؤال الثالث ولا ننسحب؟ قرار قرارك خلاص. يلا واصل. نواصل مو خسرانين شيء. نشوف السؤال الثالث شو يقول. بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي أول مدرسة نظامية للبنات في مملكة البحرين؟ أنشئت عام 1928.
اول مدرسه نظاميه للبنات؟ لا خليفه شيء كذا. شنو خديجه الكبرى. خديجه الكبرى؟ ايه كنترول. خديجه الكبرى. خديجه الكبرى جوابك صح يا محمد. جوابك صح. جوابك صح. 300 دينار الحين تعطيني 150؟ خلاص على الحين ما بتطيح الحصاله. خلاص 300 دينار يعني كان الاتفاق 250 250. انتم متفقين قبل لا تطلع انت على الهواء. لا ما عليك الا واحد. لا زينه 300 دينار خليك حامد وشكور. قول الحمد لله. الحمد لله. 300 دينار مقدمه من شركه بتلكو يا محمد. شكرا على اتصالك وتحياتي حق اللي معك اللي حرام عليك نسفتهم. فجر مساء الخير. فجر فجر الو المشاركه باسم فجر. اي انا ابوها الله يسلمك. ابو فجر مساء الخير. الخير ابوها مبارك عليك الشهر. علينا وعليك الله يسلمك. جاهز نشوف السؤال الاول؟ جاهز الله يسلمك. يلا كنترول اعطونا السؤال الاول حق ابو فجر ونشوف السؤال شو يقول. فنان بحريني راحل اشتهر بلقب عبد الصمد في كثير من المسلسلات الدراميه، من هو؟ نشوف الخيارات. الفنان علي بحر، الفنان سالم سلطان، الفنان محمد البهدهي. عبد الصمد. محمد بهدهي. محمد البهدهي. البهدهي. نثبت على الإجابة كنترول ونشوف جواب أبو فجر. جوابك صح. جوابك صح يا أبو فجر. 100 دينار في الحصالة. نشوف السؤال الثاني. نعم. يلا كنترول عطونا السؤال الثاني. السؤال الثاني يقول أين يوجد المقر الرسمي لمكتب العمل الدولي؟ مكتب العمل الدولي أين يوجد؟ نشوف الخيارات. خيارات في لندن ولا في جنيف ولا في نيويورك؟ ما حد معاك قاعد بروحك مفجر؟ لا بروحي. بروحك. إنزين انت يعني شنو تتوقع تقريبا؟ كنترول عطونا مساعده. جنيف. عطونا هنت. تتوقع جنيف؟ انا ما ادري. نثبت على جنيف. نثبت على جنيف. ثبت على جنيف. إجابتك صحيحة أبو فجر. جنيف. 200 دينار في الحصالة. خايفة أكثر منه. نواصل ولا ننسحب؟ والله مستعدين. جواب سؤال مستعدين. شوف الحين أنا بقول لك شغلة. ترى السؤال الثاني أنت جاوبت عليه مو بأنا. أنا بس علشان أنت ما تقول خيار غير جنيف ثبتنا على جنيف. والكنترول بعد ما قصروا ساعدونا. أنت إيش رأيك؟ تواصل ولا تنسحب؟ والله بالسعوديه بنواصل. 30 ثانيه وما في خيارات. وايد صعب ان انا اساعدك. وايد صعب والله العظيم. بس 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 ننسحب؟ بس 200 وحلوين. حلوين. مبارك عليك الشهر ومشكور على المشاركه يا ابو فجر. شكرا. الحمد لله ما نبي نختمها واحنا زعلانين. مشاهدينا وبكذي نكون وصلنا لختام حلقتنا لهذه الليله. الف مبروك حق كل اللي شاركوا معنا في هالحلقه. ما بقول الف مبروك حق اللي فازوا. الكل فاز بجوائز نقديه قيمه مقدمه من شركه بتلكو للاتصالات الراعي الرسمي لبرنامج الحصاله. موعدنا معاكم باكر ان شاء الله من الساعه 10 للساعه 11. خليكم على الموعد. تصبحون على خير.